ايه يا اصدقاء، عدى اليوم 27 ازاي؟ يلا شد حيلكم، خلاص رمضان بيلملم اوراقه وسيرحل، وربنا يقدرنا على ما بقي منه ويتقبله منا ويبلغنا رمضان اللي جاي يا رب. بنتسلى ما بين الصلاة والتراويح، بناخد فترة كده استراحة والقيام، وبناخد فترة استراحة ومع الأستاذ جمال بدوي. وما زلنا في الطرائف المصرية من تاريخ مصر الحديث مع الأستاذ جمال بدوي، والنهاردة قصتين. الأولى ثائر من الأزهر. وضع الخديوي إسماعيل بعض مشايخ الأزهر ضمن علية المصريين الذين يتشرفون بالمثول أمام السلطان عبد العزيز خلال زيارته التاريخية لمصر المحروسة. سلطان عبد العزيز لما جه زار مصر في شارع اتعمل ما بين ميدان عابدين وميدان العتبة اللي هو شارع عبد العزيز، ادينا عرفنا شارع كمان وسبب التسمية. وقع الاختيار على 4 من أكابر العلماء لكي يستقبلهم السلطان اللي هم مشايخ المذاهب الفقهية الأربعة في مصر، لكي يستقبلهم السلطان في قصر القلعة. ولا يتبادر إلى الذهن أن هذا اللقاء يعني أن يجلس السلطان مع العلماء ويتبادل معهم الحوار في شؤون الإسلام والمسلمين. لم يكن اللقاء يتضمن شيئا من ذلك، لأن خليفة المسلمين لم يكن يعرف كلمة عربية واحدة، وأن المقابلة لم تكن تتعدى دخول العلماء القاعة السلطانية لإلقاء التحية على السلطان ثم يعودون من حيث أتوا وهم ركوع. كانت المشكلة التي أقلقت إسماعيل هي كيفية تعليم المشايخ الأربعة أصول وقواعد المثول بين يدي خاقان البرين وملك البحرين وخادم الحرمين الشريفين. وكان البروتوكول التركي من التشدد، بحيث يلزم الداخلين على السلطان بمن فيهم شيوخ الإسلام بالانحناء وتطويح الأيدي حتى تلامس الأرض، ثم رفعها إلى مستوى الرأس، ثم التقهقر نحو الباب وهم على هذه الحال المهينة. يعني عشان نتخيل الموقف قوي، ده اللي عملوه مع عز الدين أيبك في فيلم وإسلامه. اللي مش مذاكر بقى انا ماليش دعوه. وطلب الخديوي من قاضي القضاة التركي ان يتكفل بتدريب الشيوخ الاربعه على هذه الحركات البهلوانيه، فافهمهم فضيلته ان المقابله ستكون في قاعه يقف السلطان في صدرها على منصه مرتفعه عن الارض قليلا، بينها وبين باقي القاعه حاجز مفتوح من وسطه، وانه ينبغي عليهم اذا ما بلغوا الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينحنوا انحناء عظيما ويسلموا بكلتا اليدين حتى تمس الأرض، ثم يتقدم كل منهم نحو فتحة الحاجز بخطوات موزونة حتى إذا صار أمامها كرر الانحناء والتسليم ووقف، يعني ما يعديش الحاجز وينحني لحد ما يوصل للأرض بإيده عند الباب وعند الحاجز. محتاجين لياقة بدنية كبار عشان الحركات دي. ويرد السلطان عليه تحيته، فيعيد حينئذ تاني الانحناء والتسليم مرة أخرى، ثم يرجع متقهقرا ووجهه إلى السلطان إلى أن يبلغ باب الخروج، فيكرر الانحناء والتسليم ثم ينصرف مثلما دخل حتى يتوارى عن نظر السلطان. فلما استغرب العلماء أن تقتصر المقابلة على تلك الحركات من الانحناء والتسليم، قال لهم القاضي التركي: إن الأمر لكذلك. فقالوا: قد فهمنا. فلما جاء دورهم في المقابلات، دخل ثلاثة منهم وفعل كل منهم ما علمه القاضي أن يفعل. وكان الخديوي واقفا خلف السلطان وعينه تراقب تحركاتهم، ويحمد الله أنهم أدوا أدوارهم بإتقان. فلما جاء الدور على الشيخ العدوي، الشيخ العدوي بقى هو الشيخ حسن العدوي من قرية العدوة شرقية، وأعتقد أنه كان الفقيه الملكي في مصر أيامها. فلما جاء الدور على الشيخ العدوي دخل وانحنى عند الباب مثل السابقين، ولكنه سرعان ما رفع قامته وأخذ يمشي نحو السلطان بخطى وإيدة، وحذاؤه الثقيل يدك البلاط المرمري،
ولم يعاود الانحناء أو التسليم، وفزع إسماعيل من تصرف الشيخ الذي خرق البروتوكول، وأخذ يبحث عمن ينقذ الموقف قبل أن يحدث ما يغضب السلطان. ولكن الشيخ العدوي مضى في طريقه نحو الخليفة حتى وصل إلى الحاجز فجاوزه، وصعد إلى المنصة التي يقف عليها السلطان، وإسماعيل يتوارى ذعرا. ونظر الشيخ العدوي إلى عبد العزيز بعين ثابتة وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. فوثب قلب الخديوي من جرأة الشيخ، ولولا مهابة السلطان لركل الشيخ وطرده. ولكن الخليفة ابتسم بلطف ورد على الشيخ السلام، ثم انحنى أمامه انحناءة خفيفة. حينئذ انطلق لسان الشيخ من عقاله وأخذ يخاطب السلطان فيما يجب عليه نحو رعاياه بصفته كبير الحكام وبصفته مسؤولا عن شؤون الرعايا، وأكد له أن ثوابه عند الله تعالى سيكون بمقدار ثقل المسؤولية وحسن أدائه لها، كما أن عقابه عند الله على قدر إهماله الأمانة. لحظة واحدة كده، احنا قلنا في الأول إنه سلطان المسلمين ما بيعرفش عربي، فغالبا الخطبة دي كلها الراجل ما فهمهاش، ده إذا كانت اتقالت. ولكن يكفي الشيخ حسن العدوي إنه دخل مرفوع الرأس وتخطى الحاجز وطلع لحد السلطان. في ظروف أخرى كان الحرس الخاص المفروض قتله واتهمه بمحاولة الاغتيال، لكن ربنا ستر. عندئذ انتقع لون الخديوي إسماعيل وأخذ يلعن الساعة التي اختار فيها هذا الشيخ المكذوب، ويسب من أشار عليه باختياره، وأخذ يتوقع أن يحاسبه السلطان على تصرف الشيخ العدوي حسابا عسيرا. ولكن المفاجأة أن ملامح الارتياح بدت على وجه عبد العزيز، فلما فرغ الشيخ من خطبته ختمها بالسلام الذي بدأها به، ثم انحنى أمام السلطان وأقفل عائدا بوجهه لا بظهره كما فعل الآخرون، وسبحته في يمينه. فلما خرج إلى البهو وجد زملاءه في انتظاره وهم يتميزون غيظا ويلومونه على فعلته وينذرونه بأوخم العواقب، فقال لهم: ولماذا أنتم منزعجون؟ أما أنا فقد قابلت أمير المؤمنين، وأما أنتم فكأنكم قابلتم صنما وكأنكم عبدتم وثنا. ثم التفت السلطان إلى إسماعيل يسأله: من الشيخ؟ فبادر إسماعيل يعتذر ويقول: إنه من أفاضل العلماء ولكنه أبله مكذوب. فقال السلطان: لا، إنه ليس مكذوبا، وإني لم أنشرح لمقابلة أحد انشراحي إلى مقابلته. وأمر للشيخ العدوي بخلعة سنية وألف جنيه جائزة. ألف جنيه دي يعني اشترى له مثلا حتة كده على قد الدق والمهندسين والعجوزة مثلا، يعني يدوبك أيامها. ولقد كذب إسماعيل وصدق عبد العزيز، فلم يكن الشيخ العدوي مكذوبا ولا مجنونا كما أراد إسماعيل أن يصفه، ولكنه كان عالما يعرف قدر نفسه وقدر العلم الذي يحمله بين جنبيه، وقدر الأمانة التي تفرض عليه أن يكون شجاعا في حضرة أمير المؤمنين. وهذه القصة التي نقلها المؤرخ إلياس الأيوبي عن السيد محمد عاشور الصدفي صبط الشيخ العدوي صديقه، يعني تؤكد صدق ما نزعم. ولعل الموقف البطولي الذي اتخذه الشيخ العدوي أثناء الثورة العرابية كان أصدق دليل على شجاعته. لقد جرفته أحداث الثورة وشارك في كل مراحلها مناوئا للظلم والاستبداد. وبعد ضرب الأسكندرية وانحياز الخديوي توفيق إلى الإنجليز، كان العدوي أحد الشيوخ الذين أصدروا فتوى أعلنوا فيها مروق الخديوي عن الدين لخروجه على الإجماع الوطني ووقوفه في صف الأعداء. وبعد فشل الثورة عانى الشيخ العدوي مثلما عانى كل المخلصين الشجعان، السجن والضرب والإهانات. يا الله، وعرفته غرف السجون والمعتقلات، ثم قدم إلى المحاكمة
فحكمت إحدى المحاكم بتجريده من جميع الرتب وعلامات الشرف والامتياز، فخلعها الشيخ راضيا وبقيت له أعلى المراتب في نفوس الناس، وسيظل اسم الشيخ العدوي رمزا لكرامة العلم وشجاعة العلماء في كل عصر ومصر. اكتبوا على أي محرك بحث اسم الشيخ حسن العدوي وستقرأوا العجب. رحمه الله. القصة الثانية أفراح الأنجال. إسماعيل بقى والفرفشة. كان نزهي برضو إسماعيل، هو غرقنا بس كان نزهي يعني. كان الخديوي إسماعيل مصابا بداء الفخفخة وحب الظهور، وحب الظهور وهو داء وبيل له مفعول القمار، إذا تمكن من إنسان قضى عليه ودفعه إلى بيع ثيابه. وبرغم الأعمال المجيدة التي قام بها هذا العاهل المستنير، فإن تصرفاته الخرقاء أكلت حسناته كما أكلت عرشه وألقت به طريدا منبوذا في العواصم الأوروبية، مثل أي مدمن بدد ثروته من أجل المتعة القاتلة. كان إسماعيل يستدين من الصعاليك والمرابين الأوروبيين ليقيم الحفلات الفاخرة ليبهر بها أنظار ضيوفه ويخدعهم بثرائه الكاذب. وكان الأجانب أعلم الناس بحقيقة الوضع المالي للخديوي المفلس، فكانوا يأكلون من خيره ويصبون عليه اللعنات لسفاهته وحمقه. وكان إسماعيل مشغوفا بإقامة الحفلات الأسطورية التي جعلت من ليالي ألف ليلة وليلة حقيقة لا خيال. وإذا كانت حفلات افتتاح قناة السويس أشهر مظاهر السفه الإسماعيلي، إلا أن الحفلات التي أقامها بمناسبة أفراح الأنجال كانت أكثر بذخا وإسرافا وأشد خطرا على المسار الاقتصادي، فقد أقيمت في وقت انكشفت فيه الخزانة العامة وأوشكت على الإفلاس، ولكن إسماعيل تجاهل هذه الحقيقة المؤلمة وتمكن منه داء حب الظهور، فاستجاب لرغباته المجنونة وأخذ ينظر الأموال ذات اليمين وذات الشمال وكأنه قارون في زمانه. ففي منتصف يناير 1873 قرر إسماعيل تزويج أربعة من أنجاله، هم توفيق ولي العهد وحسين وحسن وفاطمة، وأراد أن يجعل من هذه المناسبة حدثا يتناقله الرواة وتتحدث به الركبان، ويفوق في أبهته ورفقاته حادث زواج الأميرة قطر الندى بنت حاكم مصر خماروية ابن أحمد ابن طولون بالخليفة العباسي في بغداد. قصة مشهورة واللي طلع عليها أغنية الحنة الحنة يا قطر الندى. خماروية صرف كل اللي كان موجود في الخزنة بتاعت مصر وكل ما أنجزه أحمد ابن طولون عشان يزف بنته من مصر الى بغداد، منتهى السفه. اسماعيل كان غيران منه. فقد دامت افراح الانجال 40 ليلة كاملة بمعدل 10 أيام لكل فرح. وطوال هذه الايام تحولت القاهرة الى مهرجان كبير تسطع فيه الانوار، حتى اختلط الليل بالنهار ولم يعد الناس يفرقون بين الصباح والمساء، وتحولت القصور الخديوية في القبة وعابدين وقصر النيل والجزيرة وغيرها إلى مراقص صاخبة وحانات عامرة تقدم أطايب الطعام والشراب لعشرات الألوف من المدعوين الذين جاءوا يغترفون من نهر الملذات الذي أقامه إسماعيل. ولقد أفاض مؤرخ عصر إسماعيل في وصف البذخ والفخفخة والإسراف الذي حدث في أفراح الأنجال، ويكفي أن تقرأ وصف زفة شوار الأميرة أمينة منذ خروجها من القصر العالي إلى قصر القبة حيث كان يقيم العريس التعيس محمد توفيق. فقد صارت زفة الشوار عبر شوارع القاهرة تخفرها الفرسان بزي عربي بديع،
وألاي مشاب بأسره بملابس بيضاء ناصعة كالثلج، تتقدمه بوقة موسيقية من أمهر العازفين، وكانت الهدايا موضوعة في أسبتة مكشوفة فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس، يغطيها شاش فاخر يمسك بأطرافه 4 عساكر في كل عربة، ويتبعهم ضباط بملابسهم الرسمية والسيوف مشهرة في أيديهم وكانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية وقلائد ماس ساطعة من النوع المعروف باسم البرلنتي، ومناطق من الذهب الخالص، المناطق اللي هي الأحزمة يعني، وأقمشة مطرزة باللؤلؤ عديم المثل، وزمرد في حجم البيض، وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الأميرة باللآلئ والحجارة الكريمة. ما عرفش إيه رقم الأميرة يعني، ما كانش في موبايلات أيامها ولا رقمها في السلسلة يعني، دي نمرة 1 ولا 2. المهم وآنيات متنوعة من الفضة الصب الخالصة بكميات عظيمة، ده زي برضو يعني الزفة لحد العصر القريب مثلا من 40-50 سنة كده، لما النحاس بقى برضو النحاس كان له قيمة يعني، طشت بقى والحلة والأروان والحركات دي. طيب نكمل. وكان من بين الهدايا المقدمة من إسماعيل لأكبر أبنائه سرير من الفضة الصب الخالصة شبيه بالذي أهداه إلى الإمبراطورة أوجيني أثناء إقامتها بمصر، محلى بماء الذهب الإبريز وعواميده الفخمة مرصعة بالماس والياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز. متخيلين منظر السرير اللي عمل منه 1 لأوجيني وواحد لابن توفيق التعيس؟ يلا. ولم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هانم وخديجة هانم وفاطمة هانم والهدايا المهداة إليهن عن شوار أمينة هانم، ولم يكن أحد من أهالي القاهرة الذين شاهدوا أفراح الأنجال يعرف من أين أتى حاكمهم الأمام بهذه الأموال الطائلة، ولم يكن أحد منهم يجرؤ على طرح هذا السؤال، فقد كان إسماعيل حاكما شرقيا لا يسأل عما يفعل. ولكن لم تمض 4 أعوام حتى كان إسماعيل يقف ذليلا خائرا أمام أصحاب الديون الأجانب الذين وقفوا ببابه وأخذوا بخناقه يطالبونه بأموالهم مضافا إليها فوائد تبلغ أضعاف ما أخذ. وكانت نهاية إسماعيل المفجعة، وهي نهاية كل مسرف متلاف. ربنا يعافينا، ودايما بنصح أولادي ودايما بحافظ في حياتي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ابتدينا نتعب ولا ايه؟ يلا فاضل لنا 3 أيام، نشجع بعض، دوم كده نشرب كوباية شاي ونجهز للقيام، والسلام يا أصدقائي.